من محل للخياطة إلى معمل مصغر لإنتاج الكمامات وتوزيعها مجاناً. هذه المبادرة التي تبناها مجموعة من الشباب في منطقة الحرية في العاصمة بغداد، فبعد أن تناقلت وسائل الإعلام بأن هنالك شحة كبيرة بتوزيع الكمامات أو احتكارها من قبل ضعاف النفوس، تعاون 3 أشخاص في بادرة إنسانية الهدف منها كسر أطماع المحتكرين والمساهمة في الحد من انتشار هذا الوباء الخطير. طبعا بالبداية هذا المشروع هو فد مشروع، يعني احنا كشباب اجتمعنا وقعدنا انه نقدم فد فشي بهاي الفترة يفيد البلد بهاي المحنة، فوجدنا انه الكمامات شحت صارت بالسوق من عندنا، بالصيدليات ماكو، فاتفقنا انه نجيب قماش. هنا الولد زيد هو محله ترك الشغل مالته وبدأ يشتغل كمامات. لم يقتصر إنتاج الكمامات وتوزيعها على المواطنين فحسب، إنما وزعت للمستشفيات والمراكز الصحية والقوات الأمنية في محاولة لسد الحاجة وتوفير أكبر عدد ممكن من المواد الوقائية من وباء كورونا. إحنا خلال هاي فترة حظر التجوال حولنا محل الخياطة مالتنا إلى تجهيز القوات الأمنية وأخوتنا من الكوادر الصحية والطبية المواد الوقائية من الكمامات، لأن تدري أنت هسه بعض المذاخر استغلت هذا الوضع، بعض ضعفاء النفوس بدأت تصعد من أسعارها، فإحنا قمنا نشتغلها ونوزعها للناس الفقراء ونوزعها إلى المؤسسات الصحية والمستشفيات. أنا منتسب ومن أجي من الإجازة ماتي أشتغل ويا أخويا زيد أبو ضرغام، وهنا نساعدهم ونقدر عليه هذا نشتغل إحنا في سبيل الله، وناس أكو تبرع وانطانا هذا القماش ونشتغل والحمد لله ومشي الأمور. منذ اليوم الأول لإعلان حظر التجوال ونشر الإرشادات الصحية من قبل وزارة الصحة العراقية وخلية الأزمة، باشر زيد وأصدقاؤه في إنتاج الكمامات من القماش، مضيفا عليه لمسته ومهارته في فن الخياطة التي امتزجت مع الدافع الإنساني الذي جعلهم يوظفون طاقاتهم تجاه هذا المشروع. جهود تضافرت من قبل مجموعة من الأصدقاء في تحويل محل الخياطة إلى معمل لإنتاج الكمامات وتوزيعها مجانا للمساهمة في توفير المستلزمات الوقاية من وباء كوفيد-19. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.